صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن المديرية استحدثت منصات إلكترونية في مجموعة من الأماكن العامة بمحافظة المحرق، وذلك للتوعية والرد على استفسارات وملاحظات المواطنين والمقيمين عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية. وأشار إلى أن استحداث هذه الخدمة الإلكترونية يأتي تأكيدا على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية القائم بين المديرية مع مختلف فئة المجتمع، حيث تستعرض هذه المنصة الإلكترونية أهم التعليمات الأمنية والقانونية، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الجمهور واستفساراته بما في ذلك المتعلقة بفيروس كورونا والجهود المبذولة للحد من انتشاره، وذلك من خلال منتسبي غرفة العمليات بالمديرية الذين يقومون بالرد على الجمهور بشكل مباشر. هذا وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أن المديرية تحرص على توزيع المطويات التثقيفية وبعدة لغات على المواطنين والمقيمين، تحتوي على التعريف بفيروس كورونا وطرق انتشاره، إلى جانب التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية منه. صراحة أنا مملكة البحرين من الدول اللي حصلت على إشادة دولية، أنا كبحريني أعتز وأفتخر بهذه الإشادة اللي حصلت عليها مملكة البحرين في كيفية يعني أنها تكافح هذا الوباء.